نروح دلوقتي اخر اخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين وفرقه المختلفه والانشطه مع مراسلتنا هنا والقاسم موجوده دلوقتي في مقر النادي الاهلي بالجزيره. وبالتالي هو باين من هنا صح كده؟ احنا برضو يعني مش اي فيو. يا هنا صباح الخير عليكي وصبح عليكي انا وكريم، اتفضلي. صباح الخير عليكم يا نهواندو ويا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة وهنقل لكم آخر أخبار النادي. خلوني في البداية أبدأ بلعبة كرة الطايرة، والحقيقة إن السيدات الذهب مستمرين في الحقيقة تحقيق الفوز في بطولة الدوري، يعني قدروا يفوزوا على فريق الزمالك بثلاثية نظيفة، كانت مباراة كبيرة طبعا، وطبعا ده ديربي كرة الطايرة. قدروا ينهوا الشوط الأول بنتيجة 25-12، الشوط الثاني نتيجة 25-21، والشوط الثالث بنتيجة 25-23. كان في الحقيقة تألق كبير من لاعبات النادي الأهلي، يعني قدرت تحصل اللاعبة آية الشامي على إيجل أوف ذا ماتش أو نصر المباراة، كمان كان في تألق كبير من اللاعبة مريم متولي وسارة أمين. كمان رجال كرة الطايرة قدروا يحققوا فوز على فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري بنتيجة 3-0. طبعا كانت مباراة كبيرة، كان في ندية كبيرة خصوصا إن هي كانت في اسكندرية على أرض الاتحاد السكندري، لكن رجال النادي الأهلي كانوا قدها وقدروا الحقيقة يحسموا الثلاث أشواط لصالحهم ويضيفوا ثلاث نقاط جداد لرصيدهم في الدوري. خلونا ننتقل للعبة كرة اليد، وسيدات كرة اليد أيضا مستمرين في تحقيق الفوز في بطولة الدوري، قدروا يفوزوا على الزهور بنتيجة 31-18، يعني يمكن الشوط الأول انتهى بنتيجة 16-10، لكن الحقيقة هم في الشوط الثاني قدروا يوسعوا الفارق ينهوا المباراة بنتيجة 31-18. يعني لو كلمنا أكتر عن نتائج سيدات كرة اليد في الدوري، هم الحقيقة متصدرين جدول الترتيب ب 86 نقطة بفارق 7 نقاط عن تاني الجدول، عاملين أداء كبير جدا، والحقيقة هم بيفوزوا في جميع المباريات. كمان طبعا كعادة النادي الأهلي بيكونوا الحقيقة بيلعبوا على أكثر من بطولة في نفس الوقت، يعني هم عندهم مباراة مهمة جدا يوم الثلاث القادم سامي فاينل بطولة كاس مصر امام سبورتينج، نتمنى لهم طبعا كل التوفيق وان شاء الله يقدروا يتأهلوا لنهائي البطولة. خلونا ننتقل للعبة العاب القوة، والحقيقة انه انجاز جديد بيحققه فريق العاب القوة بالنادي الاهلي هو التتويج ببطولة الجمهورية تحت 20 سنة، يعني الحقيقة مثل النادي الاهلي 102 لاعب ولاعبة، قدر يحصل شباب الاهلي على 301 نقطة وبنات الاهلي على 259 نقطة ليحصلوا على المركز الأول ويتوجوا بالبطولة. طبعا حابة أبارك لهم وأبارك لكل جهاز ألعاب القوة بالنادي الأهلي. كمان فريق كرة الماء بالنادي الأهلي قدر يحقق فوز على الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري بنتيجة 10-7، يعني الحقيقة أن فريق الووتر بولو أو الحقيقة لعبة كرة الماء داخل النادي الأهلي ماشي بخطة ثابتة جدا في بطولة الدوري، بيحقق فوز في جميع المباريات. كمان عنده مباراة مهمة يوم الثلاث القادم هتكون أمام هليوبلس هنا داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. دي كانت أخبار الفرق الرياضية، خلونا ننتقل لأخبار الاجتماعية داخل النادي. والحقيقة أن لجنة المرأة تحت إشراف اللجنة العليا للجان بالتعاون مع الإدارة التنفيذية بتعلن عن الحقيقة إقامة زيارة لمعرض بازار بمدينة نصر بأرض المعارض يوم السبت القادم 20/3. لكل الأعضاء اللي حابين يشتركوا يا ريت يذهبوا لإدارة العلاقات العامة بثلاث فروع النادي ويسجلوا أسمائهم. دي كانت أبرز أخبار النادي الأهلي، العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جدا على التغطية دي، يعني أكثر من رائعة، شكرا ليك يا هانا.